السلام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا العاشر للإبكار المهجنات الأصايل وسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. أبدأ مع المركز الأول مع شوهين سالم بن علي بن مبارك الاكتبي، بينما المركز الثاني القادم نوف لمحمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات ذخيرة الطويرش بن عبد الله بن حلوس الاعفاري، قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات حفلة لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، يتقدم مع المركز الرابع ليقدم لنا حفلة، بينما المركز الخامس والحضور هنا أتابع رداد القادمة بشعار سلطان بن يروي بن محمد المنصوري، بو عمر قادم مع شعاره في هذه اللحظات، يقدم لنا رداذ القاتمة في هذه اللحظات مع المركز الرابع أم المركز الخامس. المركز السادس خداعه القادمة سعد بن عنزان العنزان النعيمي، من يقدم لنا خداعه مع المركز السادس. والمركز السابع الحضور أيضا من الذيب المبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي، قادم في هذه اللحظات مقدما لنا شعاره ومقدما لنا انطلاقات هذا الشعار الكبير والجميل، بينما أتابع انطلاقة شيء القادم هنا سهيل أم سعيد بن سهيل بالحطم العامري، قادم مقدما لنا شيء بهذا الحضور بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع. بينما أتابع القدوم من الأسماء القادمة والشعارات المتواجدة، سلام لهلال بن عبد الله بن جمعة بالشد قادم بالشد حاضر أيضا بحضور شعاره وانطلاقات شعاره في هذه اللحظات، كذلك كيف مبارك بن حمد بن مبارك العامري. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى التحدي الأول، النداء الأول انقضى. هنا المقدمة، هنا شوهين لسالم بن علي بن مبارك الاكتبي، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا شوهين. بينما القادم والحاضر مع المركز الثاني في هذه اللحظات نوف محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري، قادم المنصوري حاضر هنا مع حضور شعاره وانطلاقات شعاره، ولكن رداد هي القادمة، رداد هي الحاضرة بشعار سلطان بن جري بن محمد المنصوري بن يريو، قادم في هذه اللحظات أيضا القادمة أيضا الحاضرة حفلة بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا اندفاعات وحضور حفلة في هذه اللحظات، القدوم أيضا والحضور في هذه اللحظات من ذخيرة الطويرش بن عبد الله بن حلوس الأعفاري، قادم الأعفاري حاضر بهذا الحضور الجميل بهذا الحضور الكبير. أيضا هناك أتابع الأسماء القادمة والحاضرة،
بينما القادم مخيفة ماجد بن خميس بن راشد المنصورية هو القادم والحاضر أيضا وتابع شيء لسعيد بن سهيل بالحطم العامري يقدم لنا شيء بهذا الحضور بهذا الانطلاق وهنا أتابع هنا أراقب القادمة الحاضرة الذيبة مبارك بن سالم بن ببخوت بن عفش المنهالي القادم في هذه اللحظات يتقدم ويحضر بهذا الحضور بينما أتابع القدوم في هذه اللحظات والحضور من حفلة سعادة هنا صالح بن محمد بن نصر العامري القادمة مخايل خليفة بن محمد بن لويع العامري قادم العامري حاضر السليمانية سالم بن طالب بن علي المحرمي 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 يقدم لنا شعاره يقدم لنا انطلاقته هنا أيضا خداعة قادمة خداعة حاضرة بينما أتابع كيف مبارك بن حمد بن محمد العامري هكذا النداء للأسماء العشر الأوائل المتقدمين والحاضرين في صباح هذا اليوم من خلال اندفاعة هذه الأسماء واندفاعة هذه الشعارات نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى التحدي الأول هنا ما زالت على البداية ما زالت شوهين سالم بن علي بن مبارك الكتبي يتقدم في هذه اللحظات يندفع بهذا الاندفاع الجميل يا سلام على شوهين وحضور شوهين وانطلاقاتها الجميلة انطلاقاتها الكبيرة في هذا الصباح الله على شوهين شوهين تتقدم وتندفع في هذه اللحظات بينما أتابع القادمة والحاضرة رذاذ لسلطان بن يري وبن محمد المنصوري بدأ يغير في هذه اللحظات وينطلق هنا نحو الصدارة ويغير مع مقدمة الشوط ومع مقدمة الأسماء المركز الثالث أتابع أيضا مخيفة ماجد بن خميس بن راشد المنصوري يأتي هنا في هذه اللحظات مع المركز الثالث ويقدم لنا مخيفة بهذا التقديم الجميل بهذا التقديم الكبير بينما أتابع المركز الرابع نوف لمحمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري يأتي في هذه اللحظات بينما القادمة مع المركز الخامس اللي حضرت ووصلت شيء للسعيد بن سهيل بالحطم العامري يقدم لنا شيء القادمة أيضا على المركز السابع هنا أتابع القادمة حفلة بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري يقدم لنا شعاره ويحضر مع حضور شعاره بينما المركز الثامن شعار أيضا القدوم والحضور من خيرة لسعد بن سالم هنا انطلاق الذخيرة طويرش بن عبد الله بن حلوس الأعفاري وشعار راح انطلاق قادم ليقدم لنا مخايل خليفة بن محمد بن لويع الخيلي وعاشر الأسماء القدوم مع صوغة راشد بن مصبح بن بطي القايدي قادم مع عاشر المراكز نداءنا الثالث ينقضي مع هذه الأسماء الكبيرة والجميلة الحاضرة في صباح هذا اليوم وين البداية وين الصدارة التغيير الذي جرى وطر على مقدمة الشوط لتغير في هذه اللحظات هنا اندفاعة مخيفة بشعار ماجد بن خميس بن راشد المنصوري يقدم لنا شعاره
بينما القدوم بينما الحضور هنا وتابع رذاذ سلطابي ريبن محمد المنصوري يقدم لنا رذاذ وشوهين شوهين المنطلق على المركز الثالث سالم بن علي بن مبارك الكتبي وصل ابو محمد وصل في هذه اللحظات مع حفلة سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري يقدم لنا حفلة أربعة أسماء في موقع واحد ولكن شوهين شوهين مع البداية وأيضا القادمة حفلة بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري يتقدم محمد ويقدم لنا حفلة على المركز الثاني في هذه اللحظات بحضوره الكبير شعار المفاجآت يحضر في هذه اللحظات هنا في هذه الأثناء صالح بن محمد بن نصر العامري بن محمد يتقدم وراء انطلاق قادم مع مخايل ولكن سلام يا ابو محمد سلام يا حفلة سلام حفلة تنطلق بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري والأداء الكبير والجميل والمميز المركز الثاني مخايل لخليفة بن محمد بن لويع الخيلي وثالثا مخيفة ماجد بن خميس بن راشد المنصوري والمركز الرابع كانت شوهين سالم بن علي بن مبارك الكتبي والمركز الخامس المركز الخامس كان حضور رداد سلطان بن يري بن محمد المنصوري نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول حفلة سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري من قدمها بالأداء الجميل والكبير في هذا الشوط 12 دقيقة 42 ثانية أربعة أجزاء من الثانية المركز الثاني كانت هنا مخايل خليفة بن محمد بن لويع الأخيري من احتلت المركز الثاني 12 دقيقة 43 ثانية خمسة أجزاء من الثانية المركز الثالث كانت شوهين لسالم بن علي بن مبارك الكتبي 12 دقيقة 44 ثانية أربعة أجزاء من الثانية تهانينا وألفي مبروك.